الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. البعض يقيس البركة في العمر بطوله، يقول فلان عمر ما عمر هذا إنسان مبارك. البعض يقيس البركة بكثرة المال، بكثرة الرصيد. البعض يقيس البركة بكثرة الذرية، وهكذا العمران والبناء وغيره. ولكن حقيقة ليست من الموازين أبدا. بعض الناس مصداق لهذا الدعاء: ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي. هذا الإنسان كلما طال عمره زادت خطاياه، أي بركة. بعض الناس كلما نمت ثروته وتضاعفت أمواله كثر حق الله في ماله، لا يدفعها، يزداد خسرا وماذا وعقابا. إذن لا بركة في عمره ولا بركة في ماله. له من الأولاد الكثر وهم على رأس الفساد في المجتمع، أولاده كما يقال من مناشئ الفساد بين الناس. إذن لا عمره فيه بركة، لا ماله ولا ولده. إذن أين البركة؟ البركة تنزل من الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا ادعاء من؟ ادعاء نبي الله عيسى. إذن الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يبارك فيه أينما كان، في السفر وفي الحضر، في عزوبته قبل زواجه وبعد زواجه، في شبابه، في كبر سنه، في كل الأحوال يطلب من الله عز وجل أن يبارك فيه. اتفاقا هنالك آية من المناسب أن تقرأ: كلما دخلت وطنا جديدا. أنت مسافر تنزل في بلد، بمجرد أن تضع رجلك من الطائرة تنزل من الطائرة على أرض المطار لا تنسى هذا الدعاء. بمجرد أن تنزل الآن في المدينة المنورة في طريق الحج والعمرة أو في بلدة أجنبية طلبا للعلاج أو غيره، بمجرد أن تضع رجلك على الأرض قل هذه الآية في سورة المؤمنون، وقل: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لو قرأتها مرة واحدة بتوجه يرجى أن تكون إقامتك في ذلك البلد إقامة مباركة إن شاء الله تعالى. إذن المؤمن يطلب من الله عز وجل البركة عموما وأينما حل ونزل خصوصا. أختمها برواية بديعة، هذه الرواية لو تأملت فيها لبحثت عن مناشئ البركة، تبحث بحثا. العمر ينتهي، المال ينفذ، في يوم من الأيام تفارق كل شيء: الزوجة والبنيان والمال والأولاد. الذي يبقى لك، تبقى لك هذه البركة المتمثلة في كتاب نافع أو في صدقة جارية أو في ولد صالح. المهم إمامنا الرضا عليه السلام ينقل لنا حديثا قدسيا من روائع الأحاديث القدسية،
الحديث القدسي كلام رب العالمين بألفاظ بشرية خلافا للقرآن الكريم. أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: إذا أطعت رضيت. هي ثلاث جمل ولكنها يا لها من جمل. إذا أطعت رضيت، رب العالمين بأي شيء يرضى؟ بالطاعة، وعلى رأس الطاعات الصلوات الخاشعة. إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت. البركة بيدي، هذه البركة لا تأتي جزافا، لها منشأ. يقول: وإذا رضيت باركت. انتهى الحديث؟ لا، هنا العبارة الملفتة. يقول الرضا عليه السلام نقلا عن حديث قدسي: وليس لبركتي نهاية، وليس لبركتي نهاية. هاجر ابتليت بالعطش، هي وولدها الصغير إسماعيل. إذا ذهبت إلى المسعى تهرول في نقطة من النقاط، تهرول بين الخطين، هذه النقطة تذكرنا بهرولة هاجر عندما اضطربت طلبا للماء لولدها في واد غير ذي زرع. رب العالمين استجاب لها، سقاها ماء. هذا الماء لم يكن مطرا ينزل وينتهي، هذا الماء لم يكن قدحا تشربه هاجر وإسماعيل، وإنما ماذا؟ رب العالمين أنبع لها ماذا؟ ماء زمزم. إلى يومنا هذا الكل يستشفي بماء زمزم. إذن هاجر أطاعت ربها، سمعت كلام زوجها بعلها إبراهيم، امرأة غريبة وولد صغير في واد غير ذي زرع، في معرض كل الأخطار، سمعت نداء ربها. إذن أطاعت، رب العالمين رضي عنها، رضي عنها بارك فيها، بارك فيها أنبع لها ماء إلى يوم القيامة. هذا الماء مبارك، الحجر لإسماعيل والماء لهاجر. اللهم اجعل حياتنا حياة مباركة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، إنك سميع الدعاء. والفاتحة مع الصلوات.